هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم هي استمرار في المعركة ديالنا، وكتجي اليوم أمام المحاكم عبر ربوع الوطن تنديدا بالمحاكمات السورية التي يتعرض لها مجموعة من الأساتذة والأستاذات في المحكمة السورية بالرباط، لا لشيء إلا أنهم خرجوا للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة. لكن اليوم كنشوفوا بأن صوت الأستاذ كيتم القمع دياله بكل الطرق، بالمغالطات في الإعلام العمومي ديالهم، بالمغالطات في الشارع، بالاقتطاعات من الأجور الهزيلة في ظل ارتفاع موجة الأسعار، كذلك في قمعه في الشارع كما كتشوفوا اليوم أن هناك جنود وجحافل من القمع المحيط بهذه المسيرة السلمية أو الوقفة السلمية، وهذا دليل قاطع. وكذلك بالإضافة لهذا تدخل وزراء آخرين من قطاعات أخرى ويتحدثون بصفة ليست بصفتهم، كوزير العدل الوهبي الذي يتحدث باسم رئيس الدولة اللي هو الملك، ليس له الحق وليس له الصفة بالتحدث باسم الدولة اللي كيقول لي ذراع الدولة. أنتم من تريدون لي ذراع الدولة، أنت عندك الحق تحدث باسم الحكومة، وعندك لا تحدثتي باسم الحكومة، لأن قطاع العدل قطاع عنده الوزير دياله، كين وزير التربية الوطنية يتحدث. هذا استفزاز لرجل التعليم، بالتالي هذه الاستفزازات ديال النساء ورجال التعليم والحوارات المغلوطة والمغشوشة، حوار البارح مع النقابات، نقول بأن هذه النقابات الدور ديالها الأساسي هو المرافعة، هو الاصطفاف جنبا إلى جنب مع نساء ورجال التعليم وليس المشاركة. الحكومة ومعها النقابات خائنة للجسد التعليمي، خائنة لنساء ورجال التعليم، وبالتالي المعركة مستمرة في الشارع. وهذه النقابات إلا هي عندها لو أنها حافظت ماء وجهها لخرجت باعتذار رسمي لنساء ورجال التعليم، ستخرج تعتذر النساء ورجال التعليم ودير واحد النقد ذاتي. الدور ديالها الأساسي هي أنها اليوم خصها تكون معنا هنا، ماشي تكون في المكاتب المكيفة ويجي ويقول لك الاقتطاع مرة من المساطر. لا يمكن، أنت لا تقول هذا الكلام، أنت ترافع من أجل إرجاع الأموال المسروقة، لأن ليس هناك سند قانوني للاقتطاع من الأجور، حتى القانون ديال الإضراب التكبيلي على علته مازال ما نزلش. بالإضافة لهذا كاين استفزازات نساء ورجال التعليم آخرين اللي هما نجحوا في مناصب ديال التعليم العالي وما بغاوش يعطيوهم الوصل النهائي لأن كان كيدير الإضراب. اللي جا لهاد البلاد هذه كيبغي يدير القانون ديالو. نعلم أن المسطرة القاعدة القانونية كتقول لا عقوبة إلا بنص، بالتالي فالدستور هو أعلى قانون في البلاد يمنح هذا الحق ديال الإضراب. لماذا أنتم كتجيوا بقوانين وبمراسيم اللي أقل ضعفا من الدستور وكتبغيوا تنزلوا علينا هاد الأمور بقوة بقمع بهمجية؟ نقول بأن هاد الحكومة حكومة الرأسمال، الحكومة اللي جوعات المغاربة، الحكومة اللي كتكذب على المغاربة، الحكومة اللي كدير الماكياج بزاف والداخل ديالها اعلم بالله الداخل ديالها لمارشيات بيناتهم، الوزراء اغتنوا كلهم كيملكوا مؤسسات خاصة وشركات ومجموعة من الأشياء. بالتالي نقول بأننا ماضون في معاركنا من أجل كرامة الأستاذ ومن أجل بنات وأبناء الشعب المغربي، من أجل مدرسة عمومية لجميع أبناء وبنات الشعب المغربي. لذلك سنستمر في معاركنا النضالية.